اختتمت المناورات البحرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي أجريت في مياه شبه الجزيرة الكورية بعد أن استمرت لستة أيام. ركزت المناورات على تعزيز التنسيق البحري من خلال التدريبات البحرية وجوية. وشارك في المناورات الأسطول السابع الأمريكي وحاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان والأسطول الأربعين الكوري الجنوبي. وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن المناورات تظهر التزام قوات التحالف بمواجهة استفزازات كوريا الديمقراطية.